أكيد. ومين مزعلك؟ لا أحكي لي يلا مين مزعلك. لا ما حدا زعلني. وين ماما طيب؟ جوا. طيب كيف أرى؟ مش عارف يا أخوة شو أعمل. طب عندي طب طب أنا عملت شيء أنا؟ سويت شيء أنا؟ زعلتك؟ لا احكي والله. انت عملت شيء؟ انا عملت كثير اشياء. ما عملت مش عارف ما عملت شيء. لا والله ما عملت شيء. اي خلاص انت زعلانه مني؟ لا احكي والله. ما فيني يعني زعلانه مني؟ لا لا دعبول في الجنة؟ والله أنا بدعي قصص شبيه. خلاص أنا هلأ صرت منيحة. والله؟ إيه. طب تعيطيش تعيطيش مرة أنا إخوان بعرفش أنا بعرفش صار هذه المشكلة خلاص تعيطيش. دباح. ها. انت بتطلع مع بنت لايف بتقولهم تغزلوا فيي؟ يعني مش عارف مرات اوكي تمام بس انه احكام وهيك يعني بنمزح. اوكي ليه في 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 مشكل؟ انت حر يعني بتعرف التيك توك واحكام وهيك يعني شو بعمل يعني شو بعمل؟ احكوا لي شباب شو اعمل؟ طب انت هلا زعلان مني ولا لا؟ احكي الصراحة. لا لا هذا تيك توك صح؟ طيب يعني اروح عادي ولا في شي بدك تحكيه؟ لا أكيد. طيب بروح وبرجع لك أوكي يلا باي. صباح. أمشي عايرة. والله عايرة. تهب القعدة شو ليش تمزح هيك؟ أنا صدقت والله. طب لو يمكن بدك تروح دروع عيط. يعني أنا هيك قاعدين هيك عم نعيط على ولا شيء. أنا فكرتك زعلانة مني ومش عارف شو بدي أعمل. صرت بدي أحكي ليش حد زعل منك تباح الله عليك. والله مش عارف والله. لا تخوفينيش. لا تخوفيني. وهنا عم يقولوا لك مقلب وأنت صدقت. مش عارف فكرتهم بتخوثوا علي. لا صدقوا تاني ماذا كانوا عندهم حق. يعني ما في اشي ها؟ لا ما في شيء. مع عينك بس يلا نتفاهم بعدين نتفاهم بعدين. يلا باي تباح. يلا باي باي باي.